في حراسة المرمى. دانتي يوسف عطال مين فون جدول الترتيب. كرة طريق يوسف عطال طريق موناكو. نيس أمام فرصة اليوم ل 11 مباراة لعبها وخاضها على أرضية ملعبه. 5 انتصارات 3 تعادلات 3 أسابيع من أصل كرة أخرى مستمرة هذه الكرة طبعا وتخطي البيب باريس سان جيرمان والذهاب الفوز الفوز. الحاولة خطيرة باتجاه يوسف عطال داخل منطقة الجزاء الكعب. هذه الانطلاقة تأتي من جانب الدفاع أمام منطقة الجزاء. هذه فرصة خطيرة جدا ولكن أخرى كرة باتجاه يوسف عطال في الجهة اليمنى مقطوعة الكرة من كرة مستمرة هنا الكرة العرضية. هذا الموسم فريق باريس سان جيرمان هشام بوداوي وحكم المباراة مباشرة بجوكو إلى هوتوندي في وسط الملعب. يوان يوسف عطال يتقدم عطال من جديد هنا تمريرة طويلة كرة إلى داخل منطقة الجزاء. كرة تعود مرة أخرى الفرصة وبعد ذلك محاولة بالراس تطرق عطال يراوغ يتوغل وكرة عرضية تصطدم تيب طويلة من جانب دانتي. كرة في الجهة اليمنى محاولة مرور لكن أيضا هنا ثابتة في هذه اللحظات من الآن عن طريق الكرة الثابتة ترسل عرضية لمنطقة الجزاء. كرة الآن ترسل عرضية لمنطقة الجزاء ولكنها بعيدة عن طريق الجهة اليمنى. لاعب يسقط في أرضية في أجاكس أمستردام الهولندي. كرة في أنطق كاد أن يخطئ فلافيوس دانيلوت. 36 هدف بالنسبة لنيس على سلامات إن شاء الله. يوسف عطال هل هي الإصابة على مستوى الكتف؟ يوسف عطال قد يغادر أرضية الملعب. على مستوى الكتف الأيمن الآن لوتومبا مكان يوسف عطال. إذن ماريو ليمينيا اللاعب الجابوني ثم أندي يحاول ديلور بوجه القدم ديلور أمين كيوري ممتاز. هشام بوداوي يتوغل بوداوي يحاول بوداوي في المنتصف هذه المحاولة. هشام بوداوي إبراهيمي بلال مباشرة إعلان هجمة لفريق كليرمو لكن العائد إبراهيمي بلال إبراهيمي في البرتغال من بلال إبراهيمي كليرمو مقابل تقريبا لاعبين فقط من نيس في منطقة المباراة الثاني. كرة تزال فينا كرة عرضية بلال إبراهيمي عرضية فرصة بلال في الناحية اليمنى عندي ديلور.